بالعودة الآن إلى الشأن الليبي وخبر استكمال نصاب جلسة البرلمان الليبي في مدينة صبرات، ينضم إلينا من هناك مراسلنا عبد الناصر خالد. عبد الناصر، لو تطلعنا على آخر المعلومات المتوفرة لديك، جلسة في صبرات، دعوات لجلسة أخرى أيضا في سرت، كيف هو المشهد الآن هناك في ليبيا؟ نعم جمال، منذ أكثر من ساعة كان النواب قد عقدوا جلسة تشاورية بنصاب قانوني وصل إلى حضور 90 عضوا، لكنهم الآن خرجوا إلى جلسة للغداء. من بعدها سيفتتحون جلستهم الرسمية والتي تخوف عدد كبير منهم من عدم قانونيتها ومشروعيتها فيما يصبو إليه الجميع، وهو انتخاب رئاسة جديدة وتعديل اللائحة الداخلية. منذ قليل ربما سيشجع هذا الحضور حضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح فوزي النويري، حضر منذ قليل إلى هنا، وهذا ربما سيعطي للجلسة الرسمية التي ستفتتح بعد قليل هنا في هذا المكان سيعطيها الشرعية والقانونية، هذا بدعم من عدد من النواب، وبالتالي سينطلقون إلى ما يودون فعله وهو ما تحدثنا عنه، تعديل اللائحة الداخلية، وأيضا حتى مسألة الانتخاب. هناك حتى بعض صناديق الاقتراع قاموا بجلبها إلى هنا، ما يؤشر إلى أن هذه المسألة قد يقوم الأعضاء بحسمها اليوم. لكن لا تزال الخلافات جمال تسيطر على حتى هذه الجلسة التي ربما ستبدأ بعد نصف ساعة من الآن، هي مسألة هل فعلا سنتجه إلى تعديل اللائحة الداخلية وأيضا انتخاب رئاسة جديدة، أم نذعن لما دعت إليه رئاسة مجلس النواب يوم أمس بدعوتها كامل الأعضاء إلى مدينة سرت لالتئام مجلس النواب والذهاب إلى منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة. لا أحد يعلم إلى حد هذه اللحظة، نحن في انتظار الجلسة الرسمية التي سيسمح لوسائل الإعلام بنقلها مباشرة، ويتوقع أن يصدر عنها بيان، وأيضا لا أحد يعلم هل سيتم من خلالها فعلا انتخاب رئاسة جديدة، خاصة وأن الرئاسة هذه المرة ستسند إلى المنطقة الجنوبية إقليم فزان، ويتنافس حول هذا المنصب 6 أعضاء من أعضاء مجلس النواب. الجميع يريد فعلا الخروج بشكل جديد لمجلس النواب هنا من صبراتة، وهناك أيضا قلق من بعض النواب الذين قد يعرقلون مسألة فعلا التئام مجلس النواب ويرغبون فعلا بالذهاب إلى سرت. طبعا رئاسة مجلس النواب في طبرق دعت يوم أمس إلى ضرورة حضور أعضاء مجلس النواب إلى مدينة سرت بعد 5 أيام من الآن إذا كانوا فعلا يرغبون بالتئام المجلس، وهم يرفضون ذلك خوفا من مماطلة ومناورة، ويعتبرونها مناورة جمال حقيقة هي مسألة دعوتهم إلى سرت، خاصة من طرف عقيلة صالح، وكانوا قد عبروا عن ذلك أكثر من مرة بأنه يحاول المناورة، يحاول تعطيل كل ما يدعو مجلس النواب إلى الالتئام، إلى تغيير الرئاسة وإلى تعديل لائحة الداخلية، ثم إلى الهدف الأسمى والأهم وهو منح الثقة للحكومة التي قاربت على نهاية تشكيلتها. نعم، وسنتابع معك مخرجات الجلسة اليوم عبد الناصر خالد. أولا بأول شكرا لك، كنت معنا من صبراتها.